جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذهبت للعمرة ومعي والدتي وزوجتي، وعندما وصلنا إلى الميقات لم تكن الزوجة على طهر، ثم اتجهنا إلى مكة وأمضينا فيها يوما ثم طهرت. كيف تكون عمرتها حينئذ؟ لأنها لم تحرم من الميقات لأنها على غير طهر كما ذكرت. جزاكم الله خيرا، وهل يلزمني العودة بها إلى الميقات؟ وفقكم الله. أخطأتم في هذا، فكان الواجب أن تحرم ولو كان عليها الحيض، لأن الطهارة ليست من شروط الإحرام، فيصح الإحرام ولو كان الإنسان على غير طهارة، ويصح من المرأة الحائض، ويصح من النفساء، لأن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات أهل المدينة في ذي الحليفة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء. وعائشة رضي الله عنها أصابها الحيض وهي محرمة، فأكملت مناسكها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل هذا على أن الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء، فكان المفروض أن تحرم معكم من الميقات، ولما لم تحرم فإن الواجب عليكم أن ترجعوا بها إلى الميقات وتحرم منه، سواء كانت على طهارة أو على غير طهارة، تحرم من الميقات، ترجعون بها إلى الميقات الذي عدته وتحرم منه، هذا هو الواجب عليكم. فإن أحرمت من دون الميقات وجب عليها فدية. نعم.